مرحبا بكم في تونس السياسية. نستضيف اليوم نائب عن المرشح للقائمة العشرين، القائمة الشبابية، نظرا لأن المرشح للانتخابات الجزئية البرلمانية التونسية، ما عادش كلمة برلمان ولات كلمة مجلس نواب الشعب، السيد محمد فاضل خير الله. سيد محمد فاضل خير الله، ممكن تعرفنا بالحركة الشبابية شنية وما هي أهدافها، وقتاش تكونت، وبعد نجيو إلى برنامج المرشح بتاعكم اللي للأسف ما نجمش يكون معنا اليوم. تفضل، مرحبا بك. السلام سي توفيق، مرحبا وشكرا على الدعوة. والله الحركة متاعنا تأسست عام 2014 مع مجموعة من الشباب 90 شباب واعي، أسسوها على أساس تكون حركة شبابية بحتة. المنهج متاعنا علم عمل ومساواة، حركة بتحب معناتها تغير الوجه السياسي اللي نشوفه فيه، معناتها وجوه معناتها من النظام القديم وجوه من النظام الجديد. حركة حبت معناتها بعد الثورة تكون للشباب معناتها قدوة، وندعموا معناتها المسار السياسي والديمقراطي والتحول اللي مالوروزمون معناتها ما حصلش في هل بعد معناه الثورة. يعني اللي ماهوش شباب ما عادش عنده الحق باش يتكفل بشأن السياسي التونسي، وكأنه ليس مواطن معني؟ علاش نسأل في السؤال هذا؟ لأنه شفت بعض التعليقات من فريقكم ربما أنتوا على كل حال باسمكم في الفيسبوك، وأنه يزينا سيبه، فما كلمة سيب علينا. كيفاش سيب؟ يعني هو مواطن وانت مواطن، والشباب يحتاج إلى خبرة الأجيال السابقة مهما كانت، والأجيال السابقة تحتاج إلى يعني الشباب في قوته وابتكاره وأحلامه. صحيح، ولا احنا ما نقصيه حتى حد، لكن نحب نقول المجتمع التونسي يتكون معناتها من 74% بريسك، معناتها انفيرون 74% من أقل من 28 سنة. السياحة السياسية نشوفوا فيها طاغية معناتها الناس أصحاب الخبرة صحيحة. أنا باش نحبوا نعملوا أكل التوازن ما بين الشباب يزيد يفعلوا مع طبعا مع الأعمار الأخرى 50 بلوس ومجري. أما احنا كحركة شبابية بحتة ما نحبوا نقصيه حتى حد طبعا، لكن نرجعوا التوازن. فما التوازن تفقد، معناتها الشباب غائب تماما ولا شبه مفقود ولا مفقود، ومعناتها ناس أصحاب خبرة يعطيهم الصحة ونستحقوا خبرتهم، ما حبوش يسيبونا المشعل كما نقولوا، يوجهونا يواصلوا معنا المسيره، يتبعونا يوجهونا. ماخذين السياحه السياسيه معناتها احتكار لهم فقط. شكونهم معناتها السياسيين القدم؟ ما عندناش سياسيين شباب العالم كما نشوفوا تو وزير الاول في كندا، رئيس الوزراء في النمسا، كلهم معناتها. انت في المانيا رئيس الحكومه بتاعك ظهر لي ماهيش يعني رمز للشباب. احنا ناخذ قدوه ديما من الدول اللي ساهمت في الامور هذه، ما ناخذوش نشوفوا معناتها كي نشوفوا تونس عندنا رئيس فوق 90 سنه، معناتها لازم نحطوا رئيس الجاي معناتها في 80 سنه، مش هذا معناتها مجال للمقارنه. الرئيس الجاي لازم يكون 104، خاطر لازم ديما نفوتوا القدام. انا حبيت نسالك سؤال، قاعد تبعت شويه يعني تصريحات، فتقولوا أنه يجب رد الاعتبار لشهداء الثورة اللي لولاهم يعني ما معناه، يعني مانيش قاعد نسرد حرفيا ما قلتم، لولاهم لما كنا اليوم في هذه الحرية. فمن هم الشهداء الذين تعنونهم، وما هو مفهومك للثورة؟ هل الذي قام في تونس هو انتفاضة ضد الظلم أم هي ثورة؟ والله هي ثورة، والثورات كما نعرفوا معناتها في العالم الكل ما تنجحش من اول مره. اللي صارت ثوره لكن غير ممنهجه، ثوره كما نقولوا، ثوره معناتها كما نقولوها سبونتانيه، ماهيش ممنهجه، تلقائيه طبعا. هذاك علاش صارت على الساحه السياسيه، تغاوى عليها الناس معناتها محترفي السياسه، نقولها معناتها ناس محترفه السياسه. ونحكيوا على الشهداء من معناتها قيام الدوله التونسيه والجمهوريه التونسيه ليومنا هذا. كل اي انسان معناتها جاهد في معناتها من اجل سبيل الوطن مهما كان يتسمى شهيد، معناتها نحكيوا على شهداء جدد ولا شهداء القدم، كلهم بالنسبه للوطن شهداء. واي انسان معناتها يحاول باش يفدي تونس باي حاجه، حتى بفكر ولا حتى بلوحه فنيه، عندنا احنا شهيد. معناتها شهيد مش بالمعنى الكلاسيكي اللي تفهموه، معناتها قتل في معركه من اجل الوطن، ولا معناتها اي انسان اي شاب توا في وقتنا الحالي معناتها يتسمى شهيد الوطن. معناتها الشباب معناتها شبه مفقود، شباب الامل نتاعو مات، شباب مهمش، شباب ما عنده حتى حلم، ما عنده حتى حلم. لكن سامحني بالله، هذه فرصه يعني حتى نتكلموا مع الشباب مهمش
والجهات مهمشة وكل شيء مهمش، لكن من الذي منعه أن لا يكون مهمش؟ هل جلوسه في المقاهي وشربه للشيشة دافع من دوافع وأنه يصبح غير مهمش؟ ألا تتساءلون عن مسؤولية الشباب في هذا التهميش، مسؤوليته مباشرة في هذا التهميش؟ لأن لا نرى بوادر، ربما هذه بادرة أمور قليلة جدا يعني مثل حركتكم أو غيره، لكن لا توجد هناك بوادر ولا حركات ولا أي حتى أحلام يتم التعبير عنها، فلا تسمع إلا الإحباط والتهميش. فما هذا، ما السر في هذا؟ والله التهميش سر يرجع كل نرجع بالتاريخ من إقامة الجمهورية، من عهد المزعوم الزعيم بورقيبة إلى عهد الجهويات، معناتها نقاو في تونس العاصمة، معناتها كل شيء موجود في تونس العاصمة، إدارات من مستشفيات من كل شيء، الناس الكل تلمت في تونس العاصمة. مصحيح الحديث هذايا؟ مصحيح الحديث هذايا؟ أنا تجولت، ما نعرفش أنت منين، سامحني احنا هذا حوار أنا عم نسألك. تمشي لسيدي بوزيد تلقى مستشفى جامعي جهوي، تمشي لكل بر تلقى مدارس، حتى في الأرياف هناك مدارس، معناها كلش في العاصمة. هذا خطاب شعبوي هذا. هذا مش خطاب شعبي، اذا كان تمشي معناتها انت تو القصرين ولا سيدي بوزيد ولا الكفر. ايه مشيت ولا تمشي لعين كرام، معناتها تشوف الحالات، تشوف المستشفيات، تشوف الشباب كيفاش مهمش. الشباب مش قاعد اجى شوف المستشفى في المستشفيات الجامعيه الكبرى، وشوف الحاله المزريه لمستشفى سهلون مثلا، اللي هو يجيوه من القصرين ويجيوه من سيدي بوزيد ويجيوه من كل الجهات، فالوضع اظنه شامل لكافه تراب تونس وليس فقط الى المنطقه. فما هو ردك على ذلك؟ انا اقول الشباب لو تم تاثيره، لو تم تاثيره واعطاه الفرصه، معناتها باش يخدم بكرامه، يكون الشباب يغير مش شباب. هذه هي نقطه من النقاط التي اريد ان اسالك فيها، اعطاء الفرصه. ما دام الشاب ينتظر ان نعطيه فرصه، لن ياخذ اي فرصه، لانه من ينتظر لا تمطر عليه السماء فرص. واريد ان اذكرك بمقوله جون فيتجيرالد كينيدي، لما تصحى الصبح لا تفكر ماذا سيقدمه لك البلد من فرص، فكر ماذا ستقدم لوطنك. فسؤالي، لما نشوف أنا البرنامج بتاع سي هيكل السميري اللي هو يمثلكم، نشوف 12 نقطة، في 12 نقطة ماذا سيعطيني البلد، وفي نقطة واحدة ماذا سأقدم للبلد؟ فلا ترى أن هناك عدم توازن؟ وسوف أسألك نقطة النقطة عن هذا البرنامج، لأنها برنامج مهم جدا. وبصراحة وإحقاقا للحق استقبلت عدة ضيوف، أول ضيف أستقبله عنده برنامج، باقي الضيوف الذين استقبلتهم لم أرى برنامج واحد. بالنسبة للبرنامج وبالنسبة للنقاط الـ12 كلهم في خدمة الوطن. نحن كي نقولوا نقطة من النقاط، كان صدقني ربي نقطة 8 ولا 9 كما نقولوا، معناتها تبجيل الجالي، ابناء الجالي اللي يعيشوا في المانيا باش يخدموا في السفارات. سامحني سؤال لو سمحت. سؤالي واضح جدا، قلت لك النقاط هذه ما قلتلكش ماهيش في صالح، فما فرق بين الوطن والشعب. كل النقاط في صالح من الناخبين وليس في صالح الوطن. نعطيك امثله، تمكين التونسيين من الاعفاء الضريبي كل 8 سنوات لفسير، هذه مثلا نقطة شعبوية وحاطينها في الدرجة الأولى باش تجلبوا بها الناس، خاطر تعرفوا للمهاجرين يحب يروح كهرباء وما يخلصش عليه، في حين وأنه البلاد محتاجة اليوم لضرائب، والدولة محتاجة اليوم إلى تقديم التضحيات الجسام حتى ننقذوها. فكيف تفسر ذلك؟ النقطة الأخرى، أنت تدافع على من لا شرعية له في الوجود، فإذا أنت تشجع الحراقة. إذا هو يخرج من تونس ويجي مقيم في أوروبا بدون وثائق رسمية، وتجي أنت تحب تعطيه كل الامتيازات اللي في البرنامج بتاعك، فهذا تشجيع على الخروج وعلى الحرقة. تفضل اشرح لي. بالنسبة للنقطة الأولى اللي في السير وهي الضرائب، معناتها كيما نعرفوا ديما المواطن التونسي اللي يعيش لبرا هو ما تدفع الضرائب. بالنسبة اللي في السير هي 25% ضريبة تدفع للدولة، معناتها ماهيش 0% ضريبه، معناتها تكون هوني شويه. شو الهدف منها باش تردها كل 8 سنين؟ علاش ناقصين كراهب في تونس؟ لا نعطيك انا مثال. انا جيت لهنا قريت في الجامعه وكل، صارت لي معناتها ظروف ماديه، حبيت نروح لتونس، استحقيت فلوس، بعت لبسيير نتاعي كما يقولوا، هبطت لتونس، عملت فاكونس على حساب لبسيير، ودفعت 25% للدوله باغ اكزومبل. اي فهمت، ليش انا ما عنديش الحق بعد 8 سنين مرة ثانية باش نهبط كهرباء؟ لأنك تاجرت بها، لأنك فضلت تبيعها، هذه تتحمل تبعات قرارك.
فالدولة لا تتحمل تبعات القرارات الشخصية. اي انا فسرتك النقطة، والنقطة الثانية نقطة تشجيع الهجرة الغير شرعية. انت لهنا سامحني، نحب نقول باش الناس اللي يتبعوا فينا يفهموا، تقول احداث صندوق حيطة اجتماعية للتونسيين محدودية الدخل والمقيمين الغير قانونيين لتمكينهم من العلاج المجاني. ما نعرفش نظام المانيا في العلاج بالنسبة للمقيمين بصفة شرعية، في فرنسا المقيمين بصفة شرعية وحتى المقيمين بغير صفة شرعية لهم حق المداوات المجانية مباشرة. فهذا الصندوق الذي تريد تعيدون أو تريدون تكوينه سيكون على كلفة من وبأي ميزانية؟ الصندوق هذا بشيكون على كلفة المواطنين اللي يعيشوا في ألمانيا بصفة رسمية. الحكومة الألمانية ما تعطيش مداوات للمقيمين بصفة شرعية؟ ما تعطيش الغير شرعيين، ما تعطيش حتى للمقيمين مع أصحاب الدخل المحدود في ألمانيا، مش كما فرنسا. كما نعرف في ألمانيا فما كلاس الميديسين، معناتها فما شكون برمي كلاس، فما دوزيام كلاس، فما تروزيام كلاس. واحنا نحب المواطن التونسي يكون مكرم حتى في بلاد البرة، معناتها يمشي حتى يداوي معناتها بالطب الخاص، على خاطر كما نعرف نمشي ورد. لكن أنتم مش موضحين في البرنامج اللي هي على نفقة المقيمين صندوق الحيطة. واضح هذول، فاحنا ندفعوا في 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 معناتها في ضرائب للدوله التونسيه، نقصوا معناتها تيكي ناف تونس اسوي معناتها خياليه من شنو الضرائب اللي المهاجر يدفعها؟ سامحني، الغير مقيم في تونس لا يدفع ضرائب. شنو الضرائب اللي تدفعها؟ كي نحبوا نحلوا مشروع، نحبوا نشريوا دار، ناخذوا تذكره ب 600 و700 و800 يورو، وهي معناتها ما تجيش حتى 200 يورو. هذوما كل فما ضرائب داخل الدوله، داخله من عندنا احنا. فما التمبري نتاع العباد اللي تخرج من تونس، فما التسجيل معناتها المعلومه نتاع التسجيل في القنصليات، فهمني؟ معناتها المواطن التونسي اللي عايش برا هو قاعد يخلص في كل شيء. ما تقوليش معناتها المواطن التونسي ولا المواطنين اللي يعيشوا برا ما همش يدفعوا في حتى ضرائب، معناتها هذا ما عادش يوصل معناتها وقت الرحلات الصيفيه ما بين مارس وسبتمبر تولي الاسوام خياليه، معناتها فين تمشي المداخيل هذه؟ يعني ارباح تونسير انت في نظركم انتم في حركه الشباب هي ضرائب؟ لا، مانيش نحكي على ارباح التونسير، ما التونسير عنده ضرائب تدفع فيها للدوله، والضرائب هذه ناتجه على القدوم التونسيين المقيمين بالخارج لتونس. معناتها التونسير ماهيش تدفع من مكتوبه في الضرائب، قاعد تدفع فيها على خاطر احنا نتبعوا في اسوام خياليه. معناتها انا نجم ناخذ اي معناتها اي ايرلاينز اخرى وما نطيرش بالتونسي، اما المواطن التونسي واعي وديما يفضل يطير معناتها بالخطوط التونسيه على سبيل المثال. تحكي لنا على النقطه السابعه من البرنامج اللي هي الغاء الاتفاقيه المبرمه بين تونس والمانيا للترحيل المهاجرين الغير شرعيين. انا نحب اسال سؤال، المهاجر الغير شرعي هو يعني جازف بحياته وخاطر باش يسافر بدون وثائق ويعرف نفسه ليست له أي شرعية، فلماذا تريد أن تعطيه شرعية؟ أول حاجة أليس هذا تشجيع للهجرة؟ هذا مش تشجيع للهجرة، أما أي إنسان عنده الحق في العيش الكريم وفي تقرير مصيره وفين يعيش. هذه هي معناتها النقطة متفاهمين عليها الناس الكل. إنسان جاسب شوية بشوية، مش ما احناش متفاهمين الناس الكل، متفاهمين فين؟ له حق العيش الكريم في وطنه، علاش يقعد يمشي بصفة؟ وهنا نشوفوا فيهم في الشوارع مرمدين عايشين تحت الحيوط، وحتى بعض الحيوانات عايشين في ظروف أحسن من ظروف مساكن المقيمين الغير شرعيين، فأين العيش الكريم؟ أين العيش الكريم؟ اللي تكلم عنه هنا هو في تونس سؤال يطرح نفسه، إنسان في بلاده بين أهله مش عايش بعيش كريم، معناتها اما اعطيني انت وين العيش الكريم في تونس؟ يجي معناه الى عيش اقل كرامه منه في الخارج. هو باش يحاول يحسن وضعيته، احنا متفاهمين انسان يحب يحسن وضعيته. طيب شنو هي الاتفاقيه هذه يا سي خير الله؟ الاتفاقيه هذه اللي صارت ما بين ميركل والسبسي، هذه اتفاقيه غير قانونيه حسب القانون الاوروبي والقانون الالماني، اتفاقيه ما بين زوز رؤساء ليس لها علاقه بالقانون الالماني، من البرلمان الالماني تم معناتها ايقاف العمل بها. هذه الاتفاقيه اصلا غير قانونيه بكل معناتها مقاييس القانون، غير قانونيه. وبالنسبه للمقيمين غير الشرعيين هما بني ادم، هما بشر يحبوا يعيشوا بكرامه، حتى لو كان بقاهم غير قانوني ما عنديش انا الحق باش نعامله بطريقه تعسفيه باش نفك له الجواز. لكن هذه مشكله المانيه، مشكله تابعه القانون الالماني وليست مشكله تونسيه.
المشكله هذه تابعه للقانون الاوروبي. هذه هناك سامحني سامحني، ما هو احنا باش نعرفوا فاش قاعدين نتكلموا، احنا نتكلموا على انتخابات محليه، عفوا نيابيه تونسيه. الموضوع اللي انتم طارحينه هذا بتاع المقيمين الغير شرعيين، هذا يعني الجمعيات الحقوقيه الالمانيه، سواء كانت من المهاجرين او غير المهاجرين او من الالمان، وليست مشكله تعني البرلمان التونسي الا في الدفاع عن حقوق التونسيين. المشكله هذه تعني البرلمان التونسي، على خاطر البرلمان التونسي معني بها كيما هو، على خاطر كان تونس ما تقبلش الترحيل هذوما، الناس هذه اللي باش تم ترحيلهم لازم تونس توافق عليهم. وتونس نعرفوا معناتها الامور الاداريه البيروقراطيه قداش تقعد تطول، كان الامور هذه تصير في اقل من 24 ساعه ويروحوا بها. احنا نعطيو السيد هذاك الحظ، خاطر فما عباد تم ترحيلهم بموافقه الحكومه التونسيه، وهما عندهم معناتها نساء باش يتزوجوا في ظرف شهرين ولا ثلاثه ويسوي وضعيتهم. بالله النقطه التاسعه سي خير الله خليني نقراها، اولويه تشغيل ابناء الجاليه بالمانيا في السفارات والبعثات الدبلوماسيه. عندي سؤال، مهما كان عدد التشغيل، ولو أتماشى معك في ضرورة تشغيل من هو ابن تونس في ألمانيا على الأقل يعرف الواقع ويجيد اللغة و لكن كم عدد المناصب في السفارة، حتى لو ناخذها برمي رميمي يعني 20 30 40 منصب بالنسبة لنحن؟ حتى لو كان منصب واحد كل سنة، هاي منصب هذا يعني تجيب إنسان معناتها من تونس لا يتقن اللغة الألمانية، وحتى كان أتقن اللغة الألمانية ليس له علم هنا، يتكلف له أنت بالسكن والتنقل نتاعو، فهمني؟ علاش احنا ما ناخذوش وابن الجالية ساكن ماكل شارب يعرف كل شيء ويتقن اللغة ويخدم في دولته وزيد يحببنا في حبوه في تونس وفي بلاده، حتى ولو كان منصب واحد في سنة كاملة، احنا باش نضربوا عليه بالبونة كما نقولوا بلغتنا العامة. هيا باهي بالله، فما النقطة، احنا ماناش مركزين على قداش من منصب، احنا حتى ولو دينار واحد يمشي مش في محله، دينار هذاك دينار الشعب التونسي، دينار نتاع انسان بالكش مستحقه اكثر من غيره. بارك الله فيك. في الكم اعفاء التونسيين المقيمين في الخارج، انت تحب تلوم الدينارات من جهة ومن جهة تصرف في الدينارات. انا السؤال اللي حب نسألك، هل الدينارات اللي تحب تصرفها في عدة اقتراحات اللي يتكلف الدولة فلوس، مثلا حكاية لف سيارة تكلمنا عليها، هذا يعني مش مشكلتي انا يبيع الاف سي ار بتاعه باش يعمل اجازه، تحب تعاود تعطيها اف سي ار اخر، هذا أنا خارج من ميزانيه الدوله، وهذه دينارات تتنحى للناس اللي تحب تخدمهم انت. هناك دينارات اخرى اعفاء، والنقطه 11 التونسيين المقيمين في الخارج من الضريبه الجمركيه على الهواتف الجواله، ما فهمتهاش، تنجمش تفسرها لنا شنو؟ فما قانون كان صدقني ربي سير المفعول من الديوان، كي تجيب معاك هاتف جوال خاص ولا لحد من الفاميلي باش تستعمله في الشبكه التونسيه لازم تدفع 150 دينار ضريبه جمركيه، ما كانش ما تنجمش تستعمل التليفون في الشبكه التونسيه. هذه معناتها يزعم يعني ماشي جاي على تونس وبتليفون في الخارج ما عنديش خط تونسي وعمره انا ندفع حتى فرنك، على ما فهمتش انا من فين. خاطر ما استعملتش خط تونسي لذلك استعملت خط اوروبي، اما كي تحب تستعمل خط تونسي في تليفون اشتريته وانت خارج الحدود التونسيه معناتها من برا لازم الضريبه هذه. انا نطلبكم تتاكدوا من النقطه هذه لانه ما اظنش كان موجوده بصراحه. على كل فما نقطه تقولوا جمع رجال الاعمال، انا شفتها هي النقطه الوحيده. عندي نقطة نحب نرجع لها. لو سمحت أنا نطرح الأسئلة وبعدين نخلي لك الكلمة. لا مش نرجع لك. جمع رجال الأعمال المقيمين بألمانيا في البرنامج اللي انتم مقدينه، هذه هي النقطة الوحيدة شو انتم تقدموا لتونس، الآخرين كلش تحبوا تاخذوا من تونس. 11 النقطة اش تحبوا تاخذوا من تونس، والنقطة 12 هي شنو تحبوا تقدموا لتونس. جمع رجال الأعمال المقيمين بألمانيا في ورشات حوار لبحث سي، هل ممكن أن نعرف أكثر شوية؟ لأن هذه نقطة إيجابية لو يتم تفعيلها، وبالذات من رجال الأعمال التونسة في ألمانيا اللي عندهم إمكانيات وعندهم خبرة وتجربة تحتاجها تونس، فهذه نقطة إيجابية ممكن تحتاج إلى توضيح والشرح. بالنسبة صحيح، بالنسبة للنقاط الحديث الأخرين يعطيه للوطن ما ياخذوش، أنا كي نهبط كهرباء ونجم نبيعها باش تدخل فلوس لتونس، وما علينا فيه، ما تحتاجش نقطة كله من أجل تونس ومن أجل لا من أجل الناخبين وليست من أجل تونس، والأمر واضح، وندعو المشاهدين أن يقرأوا 12 نقطة. فما حتى مشكلة، الناخبين اللي في ألمانيا، الانتخابات هذه خاصة بالناخبين اللي في ألمانيا، بالناس المنسية في أوروبا بصفة عامة، بالجالية اللي يتذكروها كان وقت الدفع عن الفلوس، هذاك علاش عملنا 11 نقطة فيها توازن بين تعطي وتاخذ.
هذيك هي الحال في الدنيا تاخذ تعطي. بالنسبه للنقطه 12 ورجال اعمال، احنا باش نحاولوا معناتها عندنا برشا رجال اعمال يحبوا يحلوا مشاريع في تونس باش يقاوموا ظاهره البطاله والشباب اللي قاعد يشيش معناتها على خاطر فما خدم وما حبش يمشي يخدم. قلنا باش نسهلوا العمليه هذه يكون فما ورشات عمل، ورشات عمل هذه تتبرر فيش يكون فما معناتها اداره لجنه تتكون من مستشارين من وزاره الصناعه في تونس ولجنه في السفارات والقنصليات ينسقوا ما بين بعضهم يعملوا ديما مشروع درس مشروع شنو هو المشاريع اللي نستحقوها احنا في تونس كما نقولوا ثلاث ولا اربع مرات في العام في اي نطاق سواء فلاحه ولا صناعه، نعملوا دراسه مشروع كامله نعديوها للسفارات والقنصليات كان فما من رجال الاعمال اللي يحبوا معناتها يعملوا مشروع غاديك تجي دراسه كامله نعطيوه شنو الامتيازات الدوله باش تعطيه باش هو يجي ينفستي معناتها في تونس وما يمشيش للمغرب كما ديما قاعد يصير، نعطيه معناتها حاجه تجذبه باش ينفستي في تونس نعطيه دراسه مشروع كامله والا تمت معناتها الموافقه والنيه نيه الاستثمار في تونس تكون باش نقصوا هالبيروقراطية اللي موجودة باش نتغلبوا عليها تكون العملية تتم هذه معناتها في وزارة الصناعة في 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 هناك في نقطة وزارة إيجابية في برنامجكم فهمنا هذا بارك الله وفيك، نقطة إيجابية في برنامجكم اللي هي الحكومة شو يسميوها سمارت جفرمنت يعني اللا ورقية الذكية الحكومة الذكية نعم، فهذه هو يبدو أنه رئيس الحكومة استجاب لكم لأنه بدأت الاستشارات وأنه باش تكون تونس الآن تدخل في هذه الإجراءات المسهلة والمبسطة وما عادش تحتاج باش تمشي الموظف، فهذه كذلك نقطة إيجابية في برنامجكم. البرنامج أشرف على النهاية، حبيت نسأل شكون بالنسبة لكم أنتم، أو عفوا سؤال آخر، لما نقرأ مخطوطاتكم ولما نسمعك نحس نوع من الاحتقان، صحيح أنتم شباب وعندكم الحماس لكن مش من الأحسن وأنه تكون عندكم شوية برود الدم وأريحية حتى يسمعوكم الأخرين اللي ما همش في عمركم؟ هو مش احتقان، هو اندفاع، هو معناتها محبه لخدمه تونس، هو انتظار طالع. الحمد لله طمنا والله. نستناو عنا سنين نحبوا نخدموا تونس، نحبوا ما يسالش ناخذوا من الفكره ومن الاكسبيريونس اللي عندكم وتاخذوا الافكار. فما مثل فرنساوي يقول الحقوق لا تعطى بل تفتك، لي دووا نو سو دون با مي ساكيير. دونك يعني انا نفسه فيها بطريقه نزيهه وعن طريق الانتخابات وان شاء الله معناتها ربي يوفقنا معناتها باش نوصل لعمل. شنو رايك في المرشحين اللي جايينكم من بلايص اخرين، انتم عايشين في المانيا وتعرفوا وضعكم، واللي جايكم من باريس واللي جايكم من تونس كيما سي منار اسكندراني واللي جايكم من برور اخرى، ايش قولك في المرشحين هذوما؟ الاخ منار اسكندراني جاينا من البرازيل ولا من المكسيك موش جاينا من تونس. ومنافسين اخرين معناتها انا معناتها رايي الشخصي كان شافوا معناتها الامور في البلدان المقيمين فيها ونفعوا الجاليه غاديكا وخلاوا المشعل للناس اللي تعرف مشاكل المانيا وعايشه في المانيا وعاشت معناتها مشاكل المانيا تكون معناتها عمليه التوازن معناتها كما نقولوا خير معناتها طبعا كل واحد حر. وما هي انطباعاتك على المرشح النونين، مرشح النداء والذي تحصل على رضاء الناظر؟ والله مرشح النداء لحد اليوم معناتها ما ريناش حمله منه انتخابيه كبيره، ريناه مره ولا اثنين ما فماش معناتها حاجه كبيره، هذا يبين اللي هو معناتها يستهزئ من الجاليه فهمني في المانيا وعندهم ثقه كبيره في النفس ان الجاليه باش تنتخبهم، هذاك علاش معناتها كيما نقولوا لم يحرك ساكن بالنسبه لنا. ربي يوفقه يجيبه في السواب، كان الناخب معناتها يحب ولا باش يعاود ينتخب معناتها النداء الفاشل فبيها ما كانش احنا. طيب الجاليه التونسيه اللي في المانيا هل هي شبابيه في اغلبها وهل هذا يعطيكم امل في ان يتم انتخاب مرشحكم والا هي من الرعيل الاول والشباب لسه يعني مازال ما يمثلش عدد كبير؟ الجاليه في المانيا هي من اوعى الجاليات في المانيا. لا اتكلم على الوعي، مانيش نتكلم على الوعي، ما تبداش الدوره انا نسالك يمين وانت تجاوبني شمال، بديت تتعلم في السياسه وانت مازلت صغير، انا سالتك هل هناك يعني جاليه شابه ام جاليه كبيره في السن؟ يعطيك التوفيق بشويه عليك، احنا ممتعنا المهم هو الوعي الجالي مهما كان عمره معناتها حتى لو كان معناتها ماهوش من الشباب، طبعا مواطنين التونسيين ناس نستحقوهم معناتها قدوات لنا احنا ومرحبا بالجميع معناتها طبعا ما فهم حتى مشكله. اما الجاليه في المانيا واعيه برشا. وشنو الامل بتاعكم في الحمله وانه سي هيكل السميري
ما هي حدوده بكل تو بكل تجرد، صحيح ويلزم الحماسه ويلزم يعني، ونتمناه لمرشحكم كما نتمناه لكل مرشح وانه ينجح والاحقيه للافضل، لكن انتم هل لكم احساس لانكم في الميدان لانكم تتحركوا، شنو شعوركم الحقيقي بكل تجرد؟ شعورنا الحقيقي عندنا حظوظ كبيره برشا، وحتى ولو كان معناتها ما فزناش بالانتخابات هذيا، انا حابين نقولوا للساحه السياسيه وللشباب وللشعب التونسي، راهو فما ناس تحب تونس وتحب تخدم تونس، وان شاء الله باش تجيب افكار جديده وافكار متطوره، نسخناها على الافكار الاوروبيه باش نتنفعوا من الاكسبيريونس نتاعهم وننفعوا بها تونس ان شاء الله. هو على كل حال معناتها تجربه ايجابيه مهما كانت النتيجه. بارك الله فيك سي محمد فاضل خير الله، القيادي والناطق الرسمي باسم الحركة في ألمانيا، وهي الحركة الشبابية التي أسسها عماد عبد الحفيظ في تونس ومع بعض المؤسسين الآخرين. شكرا لك على تلبية الدعوة بالنيابة عن المرشح هيكل سميري، ونتمنى النجاح للجميع. شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك.